عليكم. معكم الأستاذ زياد البيوك. اليوم إن شاء الله بدي أكمل الجزء الثاني من شرح مفهوم الأوبجكت أند كلاسز. الآن هنأخذ كمان مثال اللي هو عندنا كلاس تي في. كلاس تي في طبعا زي ما حكينا دائما في عندنا كلاس بنسميه كلاس امبلمنتيشن، بيحتوي على داتا فيلد والميثود، والكلاس الآخر بنسميه تيست كلاس أو يوزر كلاس، اللي هو الكلاس اللي هيحتوي على دالة المين اللي من خلاله بستخدم عناصر الكلاس implementation. الآن نيجي للكلاس تي في. كلاس تي في بتكون من كداتا فيلد، وعارفين احنا الداتا فيلد هي عبارة عن تعريف متغيرات اعتيادية، زي عنا channel من نوع انتجر اللي هو يساوي 1 كقيمة ابتدائية، اللي هو بمعنى القناة، رقم القناة هيحدد volume level. طبعا volume level اللي هو مستوى الصوت من نوع انتجر، عندنا مستويات الصوت بتكون من 1 ل7 في هذا المثال، والchannel من 1 ل120 channel. on من نوع boolean، هذا بحدد اللي هو هذا المتغير بحدد هل التي في شغال او غير شغال. طبعا by default false يعني انه غير شغال. في عنا الكونستراكتور الاول اللي هو زي ما حكينا اذا بتلاحظوا public تي في without parameter without implementation، هذا بنسميه default constructor. طبعا زي ما حكيت لكم سابقا هذا حنتطرق له في الدروس اللاحقة، ما هو الهدف من هذا الكونستراكتور اللي بيكون without parameter without implementation. نيجي هنا في عنا two method. الميثود الأولى term on، ترجعش لنا قيمة void. term on يعني خلي لي on equal true. equal true بمعنى انه خلي لي التي في شغال. turn off يعني خلي لي on تحتوي على false يعني التي في يتم اغلاقه. ايضا في عندنا هنا ميثود اخرى اسمها set channel. set channel بتاخذ قيمة اللي هي new channel كبراميتر. هنا بحكي لي الشرط if on. on اذا كانت تحتوي على true حيتم تنفيذ هذا الشرط، وإذا كانت تحتوي على false لن يتم تنفيذ الشرط. فإن إذا يعني كان on تحتوي على true and new channel كانت محصورة أكبر أو يساوي 1 وأقل أو يساوي 120 اللي هو ضمن range 7 قنوات التي في اللي افترضنا إنه عنا في 120 قناة هذا التي في، خلي لي channel يساوي new channel عشان نعدل على القناة. لو أنا ضفت بعت له قناة 5 طبعا وكان التي في اكيد شغال لانه هو مطفي التي في مش هيفصل، يعني هذا حتكون ترو والقيمه محصوره ما بين الخمسه ما بين 1 و120 يبقى ترو، حينفذ هذا الستيتمنت وخلي لي تشانل تساوي نيو تشانل اللي هو قيمه 5، فحيغير قناه التي في من القناه اللي كان عليها الى قناه 5 وهكذا. سيت فوليوم هنا لتعديل مستوى الصوت، زي ما حكينا مستوى الصوت في هذا التلفزيون افترضنا انها من 1 ل7، فبحكي لي بنبعث له هنا بتاخذ باراميتر من نوع انتجر اللي هو نيو فوليوم ليفل مستوى الصوت الجديد. اف اذا كان اون، اون عشان يتنفذ هذا الشرط لازم تكون ترو، لانه لو احتوت على فولس طبعا مع الكونديشن اند مش هيتنفذ هذا الكونديشن. ولذلك هنا كل العمليات وهذا الوضع الطبيعي انا بستطيعش اني اغير قناة او اعلي صوت الا والتي في شغال، فلازم الاون تحتوي على الترو اند نيو فوليوم ليفل اللي هو الليفل اللي انا بدي اغير عليه يكون اكبر من 1 اكبر يساوي 1 واقل او يساوي 7 محصور بين قيمة 1 و7، ساعتها بنفذ الامر فوليوم ليفل خليه يساوي نيو فوليوم ليفل اللي هو المستوى الجديد. في عنا أيضا channel up. channel up هذه الدالة الهدف منها اللي هو تغيير قناة للأعلى،
يعني لو أنا كنت في الشانل تحت قيمة 1 وأجيت استدعيت شانل آب، طبعا إف أون دائما أون، هذه يجب إنه نستخدمها، بمعنى إنه لو كان تحتوي على ترو نفذ، لأنها لو كانت تحتوي على فولس هيكون هذا الشرط كله فولس مش هينفذ. إف أون أند شانل أقل من 120، هنا أقل من 120 لأنه آخر قناة عندنا هي 120، فلازم هنا شرط تكون الشانل في الأساسي أقل من 120، ساعتها زود للشانل واحد. يعني كنا في القناة واحد وتصير اثنين، اثنين وتصير ثلاثة. channel down اللي هو تنزيل القناة للأسفل بقيمة واحد. if طبعا إذا كانت on يعني تحت على true إنه شغال، and channel أكبر من واحد طبعا نقص من channel واحد بكل بساطة. طبعا هنا أكبر من واحد لأنه محصورة القنوات من واحد ل عندنا 120. فلو كانت على سبيل المثال واحد وبدنا ناقص بتصير صفر، هذا غير صحيح، فيجب انه الشانل تكون اكبر من واحد على اساس لما نعمل لها نقص منها واحد تكون من نفس الرينج. ايضا فوليوم اب وفوليوم داون، فوليوم اب اللي هو رفع الصوت بمقدار درجة للاعلى، اف اون طبعا ترو، فوليوم ليفل اقل من 7 زود الفوليوم ليفل 1، وإذا كان طبعا فوليوم داون اف اون اند فوليوم ليفل أكبر من 1 ناقص الفوليوم ليفل 1. هذا طبعا اللي هو الداتا فيلد والكونستراكتور والميثود الموجودة في هذا الكلاس. طبعا بتلاحظوا الكلاس هذا الموجود أمامنا هو كلاس implementation class بنسميه، لأنه لا يحتوي على دالة المين، ما بقدر أعمل له تنفيذ أو run. لذلك هذا الكلاس يعتبر implementation class. طبعا في نفس الملف اللي هو tv.java لو لاحظنا في السلايد اللي بعديه هنلاحظ انه تكملة الكود انه في عنا كمان كلاس، طبعا هذه الكلاس موجودة في ملف آخر اللي هو اسمه testTV.java. testTV.java هي public class testTV. هذه الكلاس طبعا هتقوم بعملية تنفيذ العمليات الموجودة في الكلاس السابق اللي هو TV. الآن طبعا هنوضح مثل المثال السابق اللي هو كيفية عملية الحجز في الذاكرة وعملية تنفيذ. طبعا هنا في عنا دالة المين طبيعي، مدام تيست تي في معناته ان انا بستطيع انفذ هذا البرنامج. طبعا واحنا بنعرف ما بتنفذش البرنامج الا من خلال دالة المين، والكلاس اللي بتحتوي على دالة المين هي بنسميها المين كلاس، او يعني الكلاس الرئيسية اللي من خلالها بستطيع ان انفذ هذا البرنامج. الآن TV1 من نوع TV، بمعنى احجز لي، نفترض هاي عنا، هاي احجز لي في الذاكرة زي ما احنا شايفين متغير اسمه TV1. طبعا في البداية بأشر على null، في البداية بأشر على null قبل عملية المساواة. TV1 من نوع TV معناته احجز لي في الذاكرة متغير، خليه اشرح على النار. يساوي نيو TV، نيو TV يعني احجز في الذاكرة، هيحجز لي في الذاكرة طبعا زي ما احنا شايفين، هيحجز لي في الذاكرة object بالشكل هذا تمام، وقلنا بنمثله هنا اسمه TV1 طبعا من نوع TV اللي هو الكلاس implementation. وطبعا قلنا هنا بنذكر الداتا فيلد. لو احنا شفنا في الكلاس زي ما احنا شايفين في عنا الشانل وفوليوم ليفل، فهنا هيحط الشانل طبعا للشانل والفوليوم ليفل
فوليوم ليفل ايضا في عنا اللي هو الاون داتا فيلد اون. طبعا نفترض العنوان 100، حجز هذا الاوبجكت في العنوان 100. طبعا بتلاحظوا في الكلاس في ديفولت فاليو، اذا كان في الكلاس في ديفولت فاليو فاول ما يتم انشاء الاوبجكت حيتم وضع الديفولت فاليو. انوضعت في عنا التشانل 1 وفوليوم ليفل 1 والاون فولس، فهنا حينضاف طبعا 1 وفوليوم ليفل 1 باي ديفولت، وهنا فولس كقيم افتراضيه لانها معرفه في الكلاس. بعد عملية الإنشاء لنيو حترجع لي اللي هو طبعا قبل عملية الترجيع زي ما حكينا إنه عملية لنيو بعد ما حجز في الذاكرة objects حيروح يستدعي الكونستراكتور تي في وذات باراميتر، حيروح يستدعي الكونستراكتور أيوه من كلاس تي في. طبعا هنلاحظ إنه إيه ما فيش فيه اللي هو implementation، حيتم تنفيذه فقط. بعد ما يتم تنفيذه لنيو حترجع لي اللي هو العنوان تم حجزه اللي هو 100 للمتغير تي في 1، حيصير هنا ايه تحتوي على 100، يعني هنا بطل اكشري على نال وصاري اكشري على هذا الاوبجكت. هيك بالضبط اللي بتم. الان ممكن يعني حدا يسال يقول لي طيب تي في هذا الكونستراكتور لما تم استدعاه هو في الاصل ما فيش فيه حاجه فعليا، هو له استخدام لكن حناخده في مفهوم الانهيرتنس حيكون استخدامه. لكن مبدئيا هنا اذا بتلاحظوا كل ما نضيف في لغه الجافا كلاس تمام ونضيف فيها دالة المين اوتوماتيكلي بضيف constructor without parameter without implementation. طبعا الهدف هذا على اساس ما يصيرش عندي error، وهذا الكلام حنوضحه لاحقا. طبعا بدي احكي هنا ملاحظة انه لو انا ما وضعتش هذا الكونستراكتور، لو انا ما وضعتوش في هذا الكلاس دائما اللغه اوتوماتيكلي بتضيفه وكانه موجود. بمعنى لو انا مش ضايف كلاس عفوا كونستراكتور اللي هو الديفولت without parameter without implementation، اللغه نفسها بتضيف الديفولت كونستراكتور اللي هو without parameter without implementation على اساس ما يصيرش عندي ايرور، وهذا الكلام حناخده لاحقا. طبعا بعد ما تم انشاء اللي هو الاوبجكت تي في نيجي الان بنستطيع نستدعي الداتا فيلد والميثود الموجوده في الكلاس تي في. هنا حكى لي تي في 1 دوت تيرن اون، روح استدعي الميثود تيرن اون من خلال المتغير تي في 1. هنروح على تيرن اون، تيرن اون هيها عندنا بيجي يستدعيها في كلاس تي في، خلي الاون اكس تساوي ترو، فهنا حيلغي الفولس وخلي الاون تساوي ترو. بمعنى وكأني انا شغلت بكل بساطة التي في. بعد ذلك بعد ما خلص من استدعاء الدالة بروح ينفذ الجمل بعد استدعاء الدالة اللي هو تي في 1 دوت ست شانل 30، حيروح يستدعي الميثود ست شانل من كلاس تي في شانل، حيدي ال 30 للنيو شانل وبيجي بيفحص اف اون. طبعا الاون هنا صارت ترو، لكن لو انا ما خليتهاش ترو مش حينفذ الشرط لانه بكون بمعنى انه تي في مغلق، فهنا الاون ترو. طبعا انا ممكن اكتبها بطريقه ثانيه، هنا اجي احكي له اون هل تساوي ترو، وهي نفس الفكرة، هذه هي نفسها هذه.
بس هذه طبعا كاختصار، هذه on معناته if on هل تساوي true. طبعا إذا كانت true لأنه هنا الكونديشن and، يعني يجب إنه كل الأطراف إنها تكون true. يعني ال on طبعا خليناها true طبعا، والنيو channel اللي هي اللي بعتناها 30 طبعا أكبر تساوي 1 true، وال 30 أقل تساوي 120 true، يبقى يخلي لي channel تساوي نيو channel اللي هي قيمة 30 اللي تم إرسالها إلى الميثود. فأنا هخلي لي النيو شانل اللي هو الشانل هتصير بدل واحد هنا تحتوي على قيمة 30. نيجي بعد ذلك ننفذ الجملة اللي بعد استدعاء الدالة اللي هي tv1.setVolume3، هيروح يسد set volume الموجودة في class tv هاي set volume، ويبعت لها رقم اللي هو 3 هاي set volume، هيبعت هنا كوبي ويدي قيمة 3 new volume level، هيجي يفحص if on هل تساوي true، طبعا الon هل تساوي true، and the new volume اللي هو 3 أكبر تساوي 1 وأقل تساوي 7 true، يبقى نفذ قليل ال volume level إيش تساوي a new volume level 3 اللي هي هذا قيمتها 3. هيجي هنا هخلي لي ال volume level تحتوي على قيمة 3. خلصنا من الأوبجكت الأول، هنفذ الجملة اللي بعديها. هنا أيضا إنشاء كمان object اسمه TV2، قال لي TV2 من نوع TV نفس الفكرة، هيحجز لي هنا متغير اسمه TV2 بأشر على null. بأشر على null. بعدين يساوي new TV يعني احجز لي، وكأني بدي أنشئ كمان TV، لأنه زي ما حكينا الكلاس هي قالب، والقالب بستطيع أنشئ منه عدد لا نهائي من الأوبجكتس. طبعاً اسمه هنا احجز لي في الذاكرة أوبجكت نيو، يعني احجز لي في الذاكرة أوبجكت اسمه TV2 من نوع TV، نفترض عنوانه 200، وهنا هياخد نفس الخصائص اللي هو عنا للشانل، و فوليوم ليفل وخاصية الأون. طبعا زي ما حكينا لأنه يوجد قيم افتراضية في الكلاس، فهياخد أي أوبجكت تم إنشاءه هياخد القيم الافتراضية اللي هو عندنا 1 1 و false. الآن هيروح يستدعي بعد ما انشا الاوبجكت وحجزه وادى القيم الافتراضيه، هيروح يستدعي الكونستراكتور، قلنا مع النيو دائما هذا الامر بيتم اوتوماتيك، هيروح يستدعي الكونستراكتور تي في، طبعا هينفذه ما فيش فيه امبلمنتيشن مش هينفذ اي شيء. بعد ذلك النيو هترجع للعنوان اللي تم حجزه في الذاكره للمتغير تي في زي تي في 2، فهتصير هنا هتحتوي على قيمة 200، فبتبطل تأشر على null وتصير تأشر على الأوبجكت اللي تم حجزه في الذاكرة، وهيك بنكون إيش أنشأنا الأوبجكت رقم 2. الآن tv2.turnOn وكأني هذا بمعنى روح ننفذها turn on، بتلاحظوا انه نفس الميثود حننفذهم لجميع الاوبجكتس، ولكن القيم حتختلف بناء على القيم الموجوده. void turn on خلي الon يساوي true، فحيجي في tv2 لان انا مستدعي من خلال tv2، يبقى التغير حيكون على الداتا فيلد الخاصه ب tv2، حتصير الon هنا بدل false حتصير true، بمعنى وكاني ضغط على زر تشغيل التيفي. أنا بستطيعش أنفذ أي عملية على التي في والتي في مغلق، لذلك الشرط الأول إنها تكون الأون إترو. بعد ذلك حكينا له تي في 2 دوت شانل أب، هيروح على شانل أب
هاي عندنا channel up f if on هل تساوي true معناها طبعا تساوي true لأنه احنا خليناها true and channel أقل من 120 طبعا للشانل زي ما حكينا باي ديفولت هي تحتوي على قيمة 1 طبعا الواحد أقل من 120 زود للشانل 1 لأنه شانل بلس بلس يعني زود للشانل 1 فهنا حنزود للشانل 1 حتصير عندنا ايه كانت 1 صارت 2 بعدين حننفذ الجمل بعد استدعاء الدالة في كلاس تيست تي في اللي هو تي في 2 دوت شانل اب channel up كمان مرة استدعيناها حيروح ينفذ channel up if on true طبعا true للشانل اللي هي اصبحت طبعا القيمة تبعتها هيها 2 الاثنين اقل من 120 true زودها 1 channel plus plus حيزودها 1 حتصير قيمتها هذا الاثنين حتصير قيمتها 3 بعد ذلك حكى لي tv2.volumeup volumeup هيروح ينفذ طبعا volumeup بشكل افتراضي الvolume level تحتوي على 1 هيروح على استدعاء دالة الvolumeup if on طبعا true volume level اللي هي 1 اقل من 7 true زودها 1 فحتصير عندنا volume level بدل 1 حيزودها وقيمتها 2 بعد ذلك بحكي لي system.out.print TV's channel is TV1.channel إيه هنا إيش حيطبع لي حيجي للأوبجكت الأول TV1.channel ويطبع لي هنا إيه قيمة 30 بعد ذلك and volume level is حيطبع لي هذا السترينج ويدمجه مع TV1.volume level TV1.volume level حيطبع لي قيمة 3 نيجي لجملة الطباعة اللي بعديها بحكي لي اطبع لي TV2 channel is plus ادمج لي معاها قيمة TV2.channel اللي هي قيمة 3 زي ما احنا شايفين و TV2.volume level اللي هي قيمة 2 بكل بساطة. الآن بتلاحظوا أنشأنا بمعنى هذا المثال بوضح لي إنه كيف أنا أنشأت two objects تمام واستطعت إني أستخدم طبعا بتلاحظوا كل object من نفس class TV بياخد نفس البروبريتيز ولكن القيم بتختلف من object إلى آخر وكل الأوبجكتس بيستخدموا نفس الميثود ولكن هذا الميثود حتطبق بناء على القيم الموجودة لكل object على حدا بكل بساطة أو بستطيع بنفس الآلية أنشئ كمان Object TV 3 و 4 و 5 وهكذا فتعتبر كلاس هي عبارة عن قالب بستطيع أن أنشئ منه عدد لا نهائي من الـ Objects نيجي الآن للـ Constructors طبعا يعني أنا وضحته وحكيته هنا بس عملية توثيق بحكي للـ Constructors البناء are a special kind of methods that are invoked to construct objects يعني هو نوع خاص من الدوال بيتم استدعاء اوتوماتيكلي عند انشاء الاوبجكت يعني عند استخدام keyword new اوتوماتيكلي بيتم استدعاء هذا الكونستراكتور بحيث انه ايه يستخدم بشكل اساسي لعملية الانيشالايز يعني اضافة قيم ابتدائية لهذا الاوبجكت فهنا بحكي لي هاي في عنا في مثال السيركل هاي عندنا كونستراكتور طبعا حكينا اسمه نفس اسم الكلاس مالهوش قيمة مرجعة ممكن يحتوي باراميتر او بدون باراميتر والامبلمنتيشن ممكن يحتوي امبلمنتيشن او لا يحتوي ان احتوى على امبلمنتيشن يستخدم لعملية الانيشالايز ممكن يكون عندنا اكثر من كونستراكتور اللي هي عملية الاوفرلود هاي في عندنا كونستراكتور الاول without باراميتر without امبلمنتيشن هذا الديفولت وهي عندنا الكونستراكتور الاخر with one باراميتر اللي هو new radius بحيث بيعمل لي initialize للradius خلي radius يساوي new radius هنا بحكي لي constructor with no parameter is referred to as a no argument constructor يعني constructor ملهوش parameter ملهوش معاملات بنسميه no argument constructor يعني constructor with بدون معاملات constructors must have the same name as the class itself زي ما حكينا ان الكونستراكتور يجب انه يمتلك نفس اسم الكلاس constructors do not have a return type not even void طبعا constructor زي ما شفنا ما بكونش له قيمة مرجعة حتى ما بينفعش نضيف
اللي هو keyword void. Constructors are invoked using the new operator when an object is created. هنا زي ما حكينا سابقا انه الكونستراكتورز بيتم استدعائه اوتوماتيكليا عند انشاء object لعملية الانيشاليزد when an object created. Constructors play the role of initializing objects ويعني وبيلعب دور عملية إضافة قيم ابتدائية لهذا الـ object. Creating object using constructor زي ما حكينا a new class name هذا الشكل العام. A new circle automatically حينشئ object زي ما شفنا في الرسم اللي فات كيف بالضبط مثال circle وTV حينشئ object وبعد ذلك حيروح يستدعي الconstructor circle without parameter زي ما موجود أمامنا without parameter ويقوم هنا without parameter ويقوم في تنفيذه لعملية initialize بعد الـ new بترجع عنوان الـ object اللي تم حجزه في الذاكرة للمتغير. الـ new circle 5.0 يعني روح استدعي الـ constructor بعد ما يتم حجز في الذاكرة الـ object بروح يستدعي الـ constructor اللي هو with one parameter عشان يعمل initialize للـ radius خليه يساوي 5 بعد ذلك بيرجع الـ new العنوان للمتغير زي ما فصلنا سابقا. Default constructor constructor الافتراضي بحكي لك a class may be defined without constructors يعني أنا ممكن أعرف الكلاس بدون constructor. In this case في هذه الحالة no argument constructor with an empty body is implicitly declared in the class بحكي لي وهذا كلام يعني حكيته إنه لما أنا أعرف class بدون constructor لا تحتوي على أي constructor automatically بيتم إضافة فيها constructor اللي هو without parameter و empty body يعني ما فيش فيه implementation. في المثال السابق تبع TV هيو هذا هو اللي حكينا عنه هيو without parameter without implementation هذا لو أنا ما ضفتوش في class automatically بيتم إضافته هذا بنسميه default constructor. This constructor called a default constructor is provided automatically only if no constructor are explicitly defined in the class. بيتم إضافته automatically في حالة عدم وجود constructor صريح معرف داخل الكلاس. بمعنى لو أنا معرف a class with one parameter على سبيل المثال أو with two parameters أو three parameters طبعا الديفولت لا يضاف أو عرفت constructor without parameter لا يضاف الديفولت الديفولت يضاف في حالة عدم وجود أي constructor داخل الكلاس وهذا نقطة طبعا مهمة. تعريف هنا بحكي لي الأوبجكت ريفرنس فاريبل بكل بساطة زي ما حكينا هاي في عنا زي ما حكينا إنه الكلاس هي عبارة عن داتا تايب لكن سكندري بيتم إنشائها من خلال المبرمج بتتكون من داتا فيلد ميثود هاي بنعرف المتغير أوبجكت ريفرنس فاريبل يعني متغير حيأشر على الأوبجكت من نوع الكلاس نيم مثال ماي سيركل من نوع سيركل هذا لا تعريف متغير من نوع كلاس زي ما شايفين السيركل بنتعامل معها كأنها نوع بيانات الانتج أو الفلوت ولكن هذا بيتم إنشاؤه من قبل المبرمج زي ما حكينا إنه ماي سيركل هذا حيعرف لمتغير من نوع سيركل بأشر على نال في الحالة هذه لأنه ما استخدمناش كيورد انيو الآن بحكي لي ممكن أنا يعني أستخدم عملية التعريف والإنشاء في نفس الجملة زي ما احنا شايفين my circle من نوع circle تساوي new circle زي ما حكينا my circle قبل عملية new بتحتوي على null بعدين new circle بهتز له object وبرجع له عنوان الأوبجكت إلى الماي سيركل وتصير يتأشر عليه وطبعا في أثناء الكلام هذا طبعا لنيو بتعمل استدعاء الكونستراكتور للإنيشاليز بعد ذلك لنيو بترجع العنوان للماي سيركل الآن للوصول لعناصر الأوبجكت بكل بساطة بنستخدم اللي هو دوت بنستخدم اللي هو عملية الدوت بمعنى طبعا عناصر الكلاس اللي هو عنا الداتا فيلد والميثود فبستخدم اسم المتغير الخاص بالكلاس
اللي عرفنا منه الكلاس دوت طبعا داتا على سبيل المثال باجي بحكي له او دوت ميثود يعني ماي سيركل دوت radius هذا للوصول لقيمة الراديوس او ماي سيركل دوت جيت اريا للوصول لميثود معينة بكل بساطة. هنا والكلام احنا شرحناه بالتفصيل في عملية الكودينج ماي سيركل من نوت سيركل يساوي نيو سيركل 5.0 طبعا ماي سيركل من نوت سيركل يعني يحجز لي متغير بأشر على نال في البداية نيو سيركل حيحجز لي اوبجكت نفترض عنوانه 100 نفترض هذا الاوبجكت عنوانه 100 تمام وحيروح يستدعي الكونستراكتور وخلي لي الرادياس قيمتها 5 بعد ذلك لنيو حترجع لي قيمة 100 هنا يعني هذا حيحتوي reference value يعني القيمة المؤشرة اللي نفترض 100 حتصير تأشر على هذا السيركل نفس الحاجة المثال الآخر your circle من نوع circle يساوي new circle your circle من نوع circle يعني حيحجز لي في البداية سيركل بتأشر على ال يساوي new circle يعني حيحجز له object نفترض عنوانه 200 نفترض عنوانه 200 وحيروح يستدعي الكونستراكتور وحيستدعي الكونستراكتور ذات باراميتر اللي هو البادي تبعه radius 1 بعد ذلك بترجع للعنوان يعني هذا حيحتوي على 200 فبصير يأشر على هذا السيركل آخر statement بيحكي لي your circle اللي هو بتعامل مع الأوبجكت هذا الثاني دوت radius 100 يعني خليه لقيمة الradius 100 فهتتغير قيمة الradius وتصير 100 زي ما احنا شايفين أمامنا بكل بساطة. هنا بحكي لي في نقطة بدي أخذها في الاعتبار وأنا يعني حكيتها سابقا math.method إنه هنا استخدم بتلاحظوا اسم الكلاس مباشرة في استدعاء الميثود أو الداتا فيل math.power الآن هل بستطيع إني أستخدم في السيركل اللي هو اسم الكلاس مباشرة أم لا؟ طبعا هذا الكلام بيرجع لفكرة الستاتيك والنان ستاتيك بمعنى إذا كانت الميثود اللي أنا عرفتها ستاتيك بستطيع إني أستخدم اسم الكلاس أو الأوبجكت المنبثق عنها لكن إذا كانت نان ستاتيك طبعا بستطيع إيش أستخدم اسم الكلاس إلا اسم الأوبجكت المنبثق عنها لذلك بتلاحظوا إنه الجيت أريا هي نان ستاتيك وبناء عليه ما استطيعش ان استخدم اسم الكلاس سيركل فانا استخدمنا الاوبجكت بكل بساطه وهذا الكلام حنوضحه لاحقا بشكل مفصل. بحكي لي ممكن الداتا فيلد تكون ريفرنس يعني متغير باشر على اوبجكت وهذا بكل بساطة لأنه المتغيرات الريفرنسية في النهاية تعتبر متغيرات ولكن المتغير الاعتيادي بيحتوي على قيمة هو حيحتوي على عنوان بأشر على مكان في الذاكرة فهنا على سبيل المثال بحكي لي public class student يحتوي على name و age و is science major و gender طبعا name من نوع string name من نوع string وهذا string تعتبر عندنا ايه كلاس السترينج هذه تعتبر عندنا كلاس وبناء عليه النيم هيحتوي على مؤشر على هذه الكلاس وبناء عليه هي كلاس احتوى متغير وهذا المتغير ايضا من نوع كلاس فممكن انه كلاس احتوى متغير من نوع كلاس وهكذا طبعا الايج من نوع متغير اعتيادي انتجر از سنس ميجر متغير اعتيادي اللي هو بوليان والجندر من متغير اعتيادي من نوع اتش ار نال فاليو بحكي لي اي داتا field تمام if a data field of a reference type does not reference any object the data field holds a special literal value null يعني المتغير او الداتا فيلد اللي من نوع طبعا reference اذا بيأشرش على ولا حاجة اوتوماتيكلي بتم اضافة له null نيجي زي ما حكينا سابقا في مفهوم المصفوفات اول بيتم انشاء مصفوفه بتاخذ قيم
افتراضية. هنا نفس الفكرة في الاستراكشر، بحكي لي انه الداتا فيلد بتاخد قيم افتراضية مباشرة، فانا بحكي لي the default value of a data field is null for a reference type. يعني اذا كان الداتا فيلد يعتبر reference بياخد null، يعني من نوع string، من نوع circle، من نوع tv، يعني من نوع class، حياخد by default null. Zero for a numeric type، الأنواع العددية زي البايت والشورت والانتجر واللونج والديفولت والدبل بتاخد 0 أو 0.0. والفولتس فور بوليان تايب طبعا بتاخد قيمة فولتس، وسلاش يو أربع أصفار اللي هي لنوع الكاركتر. طبعا هذه قيم افتراضية تم إضافتها للحقول الخاصة بالكلاس، بمعنى في المثال السابق اللي هو class student، هايو class student عرفنا فيه اربع حقول اللي هو name والage والessence major والgender. الان لو عملنا كمان class، طبعا هذه class تعتبر implementation، لو عملنا كمان class تحتوي على دالة المين ونسميها تيست او تيست ستودنت، وهذا تحتوي على دالة المين، وجيت حكيت له student من نوع student، هذا ايش معناته؟ احجز في الذاكرة، احجز في الذاكرة، عفوا احجز في الذاكرة خلية في البداية اسمها student، احجز في الذاكرة خلية اسمها student في البداية بتأشر على null زي ما حكينا سابقا. يساوي new student، new student يعني يحجز لأوبجكت في الذاكرة، تمام، وهذا الأوبجكت اسمه student، طبعا الأس اسمه letter هنا student، من نوع student، طبعا هنا الأس capital letter student. طبعا هنا هيحتوي على اللي هو النيم زي ما حكينا، النيم الحقول، طبعا هنا الحقول الموجودة في class student، النيم هو الage وفي عنا science major طبعا بدي اختصرها عشان science major، واخر حاجة الجندر. طبعا هنا زي ما حكينا حتاخد قيم افتراضية، طبعا الكلاس مش موجود، اذا في كلاس ستودنت تلاحظوا فيش لها قيم افتراضية، بس هنا اول ما يتم انشاء اوبجكت حتاخد قيم افتراضية. طبعا نيم من نوع string حتاخد قيمة باي ديفولت نال لانها من نوع كلاس، الايج من نوع انتجر حتاخد زيرو، از ميجر از اللي هو من نوع بوليان بتاخد باي ديفولت فولس، والجندر من نوع كاركتر هتاخد سلاش يو اللي هو أربعة أصفار. بكل بساطة تمام، نفترض العنوان هنا 100، طبعا هنا حيروح يستدعي الكونستراكتور، بعد ما يعني حيروح يستدعي الكونستراكتور، طبعا هنا ما فيش كونستراكتور، حيروح يستدعي الكونستراكتور الديفولت اللي هو without parameter without argument، وكأنه هنا في عندنا كونستراكتور موجود، كأنه هنا في عندنا كونستراكتور موجود بالطريقة هذه اللي هو student بدون ما يتم كتابته، اللي هو without parameter without implementation، تمام، لانه هنا مش معرف constructor، فهيتم اضافة اللي هو الكونستراكتور الديفولت، يتم استدعائه بحيث ما
طبعا ما فيش فيه بعدين بعد ذلك لنيو حيث رجالي اللي هو المية لا متغير student بطل أكثر أرامل. الآن هذا الكلام في الجملة الأولى بصير، بعد ذلك بحكي لي اطبع لي student dot name، حيطبع لي null، student dot age 0، student dot is major false، و student dot gender حيطبع لي اللي هو slash u 4-0 اللي هو null character بكل بساطة. هنا بحكي لي Java assign no default value to local variable inside a method. طبعا الداتا فيلد هي المتغيرات اللي انا بعرفها داخل الكلاس مباشرة. هنا اذا بتلاحظوا هذا متغيرات، لانه الداتا فيلد هي فعليا تعريف متغيرات، ولكن هذه المتغيرات وين بتكون؟ داخل الكلاس، فبنسميها داتا فيلد. لكن اذا انا عرفت متغيرات داخل الميثود، هي عندنا دالة المين وانا معرف داخلها متغير اكس واي، فهدول بنسميهم لوكال فاريبل وليس داتا فيلد. الان اللوكال فاريبل ما فيش لهم ديفولت فاليو، فانا لو عرفت متغير اكس واي، اكس من نوع انتجر واي من نوع سترينج، واجيت اطبعهم هنا حيديني كومبايلر ايرور. ليش؟ لانه ما عملتش لهم ديفولت، ما ضفتش لهم قيم ابتدائيه. لكن الداتا فيلد بستطيع اني اطبعهم واتعامل معهم لانه بكون لهم قيم افتراضيه. هنا differences between variable of primitive type and object type، الاختلاف بين المتغيرات الاساسيه والمتغيرات من نوع object. نيجي هنا لو قلنا له i من نوع integer يساوي واحد، طبعا primitive data type متغيرات اعتيادية من نوع byte، short، integer، long، double، float، لكن اللي من نوع array أو class بنسميه ايش؟ reference أو object type. طيب نيجي هنا قال لي i من نوع integer يساوي واحد، يعني احجز لي في الذاكرة خلية وخزن فيها قيمة الواحد، لكن لما أجي أقول له c من نوع circle معناها احجز لي متغير زي ما احنا يعني شايفين. يحجز لمتغير، وهذا المتغير هنا حيحجز لمتغير، وهذا المتغير زي ما حكينا في البداية بكون بأشر على null. بعد ذلك لما نيجي نقول له new circle، يعني حيحجز لأوبجكت C اسمه من نوع سيركل، والريدس هيروح يستدعي كونستراكتور اوتوماتيكلي اللي هو ذات باراميتر اللي بيحتوي ريدس واحد، بيعطي قيمة ابتدائية ريدس واحد. نفترض حجز 100، بعد ذلك لنيو حترجع لقيمة 100، يعني هنا ريفرنس معناها قيمة نفترض انه 100، فبتصير يأشر زي ما احنا شايفين على الاوبجكت هذا. هاي الفرق بين المتغير الاعتيادي والمتغير الاوبجكت. بحكي لي هنا لو انا في عندي متغير i و j، i قيمتها 1 و j تساوي 2، فهنا حيحجز لي متغير تمام في الذاكرة يخزن فيه قيمة 1، وال j حيحجز لي متغير ويخزن فيه قيمة 2. الآن لو اجيت يعني هنا على فرض انه هنا عندنا قلنا i بتساوي 1 و j بتساوي 2، فهنا حيخزن في الاي واحد حيحجز لي زي ما شفنا خلية يخزن فيها قيمة 1، وجي حيحجز لي خلية في الذاكرة ويخزن فيها قيمة 2. الآن لما أجي أقول له اي بتساوي جي، يعني خزن قيمة الجي اللي هي هذه في مكان الاي، فحتصير هذه بدل 1 حتصير قيمتها 2 زي ما احنا شايفين في المثال الموجود أمامنا. طيب هذا بالنسبة إيه للقيم أو المتغيرات لبريميتيف. لكن الأوبجكت تايب نيجي نشوف، لو جيت قلت له في عنا سين واحد، نفترض هذا عنوانها 100 تحتوي على 100، يعني هذه الأوبجكت عنوانه 100 وهذا الأوبجكت عنوانه 200. الآن سي 1 بتأشر على الأوبجكت هذا اللي هو عنوانه 100، سي 2 بتأشر على الأوبجكت الثاني اللي هو نفترض عنوانه 200. الآن لما أجي أقول له سي 1 تساوي سي 2، هذا إيش معناه سي 1 تساوي سي 2؟ يعني خزن قيمة سي 2 بس هنا القيمة كعنوان، القيمة كعنوان سي 2 اللي هو 200، هيجيب ال 200 ويخزنها إيش هنا؟ هتصير هذه سي 1 إيش تحتوي؟ على 200،
إيش يعني تحتوي على 200؟ يعني بطلت تتأشر هنا، صارت تتأشر هذه بكل بساطة هنا، فأصبح C1 وC2 بيأشروا على اللي هو الأوبجكت C2 اللي هو قيمته 200. طيب الأوبجكت هذا إيش صار فيه؟ ما فيش ولا مؤشر بيأشر عليه، وبناء عليه هذا بنسميه garbage، مكان محجوز في الذاكرة ملهوش مؤشر ملهوش ريفرنس. وبناء عليه هنا بتعمل جاف فيرتشوال ماشين بتدور على كل الأوبجكت المحجوز في الذاكرة وبتعمل لهم إيه؟ ديليت وتفريغ من الذاكرة. فبتلاحظوا هنا أصبحت C1 وC2 بيأشروا على C2، وهذه C1 أصبحت بدون ريفرنس ونسميها garbage كولكشن، بتقوم بعملية ايش؟ تفريغ من الذاكرة كل الأوبجكت ما بيكونش إلهم ريفرنس. garbage collection زي ما حكينا هي الأوبجكت اللي بتكون في الذاكرة محجوزة وملهاش ريفرنس، زي ما شفنا في المثال السابق هذا. أصبحت C1 هذه من نوع سيركل أوبجكت، هذا اللي عنوانه 100، أصبح ما فيش ولا مؤشر عليه وبناء عليه بنسميه garbage. وهنا جافا فيرتشوال ماشين أوتوماتيكلي بتعمل إيش؟ تجميع لكل الأوبجكت اللي ملهوش ريفرنس وبتحذفه من الذاكرة. بيحكي لي if you know that an object is no longer needed, you can explicitly assign null to a reference variable for the object. يعني لو احنا الاوبجكت بطل له حاجه او مش هيتم استخدامه، ممكن انا اضيف له null. null معناته ايش؟ بيتم الغائه، وبناء عليه الاوبجكتس اللي هو كان بأشر عليه بطل مؤشر عليه، وبيتم طبعا تفريغه اوتوماتيكلي من الذاكرة من خلال جافا فيرتشوال ماشين. وطبعا يعطيكم العافية لحسن الاستماع، وإن شاء الله للجزء الذي يليه. يعطيكم العافية.